احسن، مش عارف مين هو الاحسن. شو قصه يا جماعه؟ انا ما قلت شيء له علاقه باحسن. شهرزاد شو تقول؟ حلمت الاخت جوهره من المغرب، حلمت اني خارجه من المسجد فظهر لي جبل قريب للسماء ومبني فوقه مجد من انوار ساطعه ولامعه، وجد قمر مضيء وجميل على يمينه والجهه اليسرى قمر اخر لكنه كبير الحجم. لحظه شوي. كنه كبير الحجم ونوره ساطع جدا، وكان منظر المجد والقمرين في قمة الروعة. وأحسست بأختي قادمة ورائي، فنزل ظلام من السماء فأختفى المجد والقمرين. فقالت لي أختي: لقد أخفاهم الله كي لا يراهم أحد سواك. والدي متوفي، أمي بعافية شوية، الله يشفيها يا رب. أنس فوقه مسجد من أنوار ساطعة ولامعة، وجد بقمر مضيء وجميل على يمينه، وبالجهة اليسرى قمر آخر لكنه كبير الحجم ونوره ساطع جدا. يا جوهرة المغرب، أنت آنسة ولا متزوجة؟ أعتقد أنك آنسة. أنت اعتقد انك آنسة. طيب، يعني احنا ما نقدر نشمل القمرين انه امك وابوك. انت حطتيني في هذا القالب، حطتيني في قالب الام والاب، ولكن هو لا يشمل الام والاب. هو هذا الحلم يريك شيء من المسألة، لانه الاب متوفي اساسا، فهما ظاهرين في آن معا، فمعناته انه هو امر يحدث ولم يحدث بعد. فاعتقد ان الحلم يدل على امران يحدثان لك فيهما خير وبشارة، عليك انت ان تستريهم حتى يتمان. فإذا كنت آنسة أتمنى أنك خطبتي، وعلى فكرة أنت ما شاء الله يعني بعدك صغيرة، أتمنى أنك تكوني عروس قريبا. فحاولي حافظي على حياتك خصوصيتها، لا تثقي بالناس بسرعة، وانتظري من الله سبحانه وتعالى أمران، فإذا وقع تحقق واحد منهم إن شاء الله يكون والله أعلم خطوبة، والثاني قد يكون عمل أو رزق والله أعلم. بالنسبة للوالدة من باب الاحتياط فقط، كيعني إجراء احترازي بعيد المدى، نفضل انك تطلع عنها صدقة وتراجع عليها دكاترة والله اعلم. اخوي اياد.